التأشير بالأعشاب إلى هيستوري طويلة، يعني إلى تاريخ، هي جاية من الفولكلور الطبي الروسي، بيستخدم صار له مئات السنين بالروسية. يلي بيعمل التأشير بالأعشاب بتصفي البشرة يلي إن كان على الوجه وعلى الجسم، بيستخدم وين ما كان منشان استرجاع شباب البشرة. كمان فينا نستخدمه لحتى نشيل البقعة السوداء يلي بيظهروا من وراء حب الشباب، مش الحفر بس الآثار السطحية يلي بتظهر من وراء حب الشباب. مثل ما شايفين مثلينا ما عندها مشكلة، بس حابة هلأ تسترجع النضارة ببشرتها، فرح نبتدي مع دكتورة داليا، رح تنظف لها وجهها مع منظف خاص فيها أحمد كبداية. نبتدي دائما بتنظيف منيح لحتى نشيل كل الزيوت يلي بتركمه على البشرة، الميك اب.